الارهابيين اللي كنا نحاربوا فيهم على اسوار بنينة وين اليوم؟ احنا طلعنا من بنغازي، من جليدايا، من مقرون، من جدابيه، من الهلاله، من مفتي، والان مترددين في الصحراء. عامر الجقم يقف وقفة الشموخ والعزة أمام الخونة والعملاء من حكومة الصخيرات في طرابلس وأمام مراسلة قناة TRT، تلك القناة التركية فثوبها ثوب الإعلام وجوهرها هو المخابرات، فكل طاقمها هم من منتسبي مخابرات أردوغان الغازية لبلادنا. عامر الجقم، كل الإيحاءات والحركات الجسدية أو ما يعرف بلغة الجسد تدل على أنه في قمة المعنويات وأنه في مكانة جسدية وكلامية أرفع من تلك التي يتمتع بها زبانية الغزة، فيقف أمام القناة التركية من المخابرات الأردوغانية بكل شجاعة ويوبخ ويجاهر بصوته، لأنه يعلم بأنه على حق ومؤمن بقضيته وقضية وطنه، فهو لا يخشى في الحق لومة لائم. فالطيار الواقع في أسر ميليشيات الزاوية الإرهابية ومن بعدها الغزو التركي منذ فترة، ومحارب وجندي من قوات الجيش الوطني الذي حارب حتى حرر الشرق والجنوب من براثن الإرهاب، فإن هو المسمى بالجيش التركي فهل هو جيش دولة أم جيش جماعة الإخوان الإرهابية ومجرمي أردوغان؟ فليظهر لنا جيشه الذي نكل به وعذب وسجن وجرد حتى من ملابسه في أعقاب الانقلاب الفاشل. شتان بين بطل الجيش الوطني عامر الجقم وبين ضباط وجنود التركي الذين أهانهم أردوغان وجعلهم يفترشون الأرض ذلا وقهرا، وأسكنهم سجونه وأذاقهم من الذل ما لا يعرفه أبطال جيشنا. فهل منذ لبيب حتى يقارن بين جيشنا الوطني بجيش أردوغان؟ فجيش أردوغان منهم المؤدلج الذي اشترته قطر بأموالها، والمسجون والممنوع من السفر والمغلوب على أمره. ولا مقارنة بين جيش وطني وقوات أردوغان الإخوانية، فالفرق كالفارق بين الثرى والثريا. علي الفايدي، ليبيا الحدث.